بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى كلكم تكونوا بخير وفي صحة جيدة يا رب العالمين. اليوم معنا طبق تقليدي قسنطينية محدة اللي هو شطيطها تاع الدجاج. احنا نقولوا شطيطها تاع الدجاج لكن هي شطيطها لحم ودجاج. واش عندنا حبيباتي في المكونات؟ عندي لحم طريف تاع اللحم اللي غنمي اللي كتب ربي اللي قدرت عليه حبيبتي، ما كانش تقدر دير بالدجاج ويجيك بنين عادي. عندي هنا بخيط تاع الدجاج اكيد مغسول مليح منقي ومشوض. عندي حبيبتي هنا الدبشه، اكيد لازم الدبشه. دبشه كنت قصيتها هذه للتزيين وهذا راح نقطعها في المرقبه تجينا بنينه. كربوت تاع الحار اكيد، والبصله. البصله حبيباتي انا استعملت هذه الخضره، تقدروا تستعملوا مام هذه ملا خضره راح نصفيو لاصوص تاعنا راح نصفيوها اكيد. هنا في قسنطينة الوصفه تاعنا كل لازمنا نصفيوها. ملح وفلفل كحل حبيباتي، زيت، سمن. نورمال مو سمن، لكن انا اللحم تاعي كيما راه واضح راه ميدم كيما راه واضح حبيباتي. قلت ما انا مكلها هنا، لا اله الا الله، مكلها زيت مكان اللي هنزيد له اللي اسمه لي دام بزاف يجي ثقيل. اكيد البيض هو الاساسي، هذا هو الطبق تاعنا، نروحو نطبقوه ان شاء الله. اول حاجه نبداو بها، اول حاجه حبيباتي راح نبداو بها بالزيت ولا لي دام تاعكم ولا السمن ولا اللي كان ولا زبده. حط هنا جاوني قتلت مغارفة تاع زيت، خليهم يسخنوا. نحط عليهم هذاك اللحم والدجاج نتاعي. اكيد حبيباتي الكمية كل واحد يحط على حساب حساب افراد العائلة تاعو، قد يدير دجاج وحده عادي. بعد ما تقلى اللحم تاعي هذاك مليح مليح، نزلت له كمية تاع البصل كثر باش تجي لي ماكلتي بنينة. أكيد كانت عجبتي ربي يرحمها تقول لي حد طيبي ولا حد ديري سر الشحمة. ربي يرحمها ويرحم موتى المسلمين الكل. زيد نخلي هذيك البصلة تتقلى مليح. زيد حبيبتي هذوك العواد تاع الدبشة. خليهم يتقلاو مليح اكيد. هذوك العواد تاع الدبشه الاغصان هذوك راح يعطيكم بنه ولا اروع. حبيباتي الملح والفلفل الكحل تاعي بعد ما تقلات مليح كيما راه واضح. زيد حط المغرفة هذه تاع الطماطم المصبرة. حبيبتي ديري الطماطم تاع الحب ديري عادي. زيد نقلي حبيباتي. سامحوني نصور بيد ونخدم بيد. بعد ما تقلات مليح مليح وداك البصل دبال تخلطت كلش، نحن مرق بميها سخونه اكيد. شي لي يكفيكم كي تمرقوا بميها سخونه اكيد راح تجيكم ماكلتكم بنينه. هكذا ونغلق عليها حبيبتي ونخلي هذاك اللحم يطيب. نتولهم الدجاج، الدجاج ماشي كيما ماشي كيما اللحم اللي هي الدجاج يطيب. بعد ما طاب الدجاج تاعي هذاك نحيه
خليه شي طايح باه يجينا باهي ف مليح في التقديم. كما تعرفوا الدجاج ما عندوش الروح. نزيدو نشوفو اللحم تاعنا. مازال شوية عاصي، زيد نخليه يطيب. هاي ليك بعد ما طاب اللحم تاعي نروح نصفيو المريقة هذه اللي قعدت. نزيدو نعاودو نمرقو شوية باه تجينا لاصوص اللي نقدر نقليو فيها العظيمات ونرجع. كاينين اللي ميكسيو ولا ميكسي ولا صوص ما كان لاي صفيه، ولكن انا ما نفضلش، مازلت محافظه على الطريقه القديمه. حطيت هذاك الكريب تاع الحراره تاعنا ولا اروع. خليو المريقه تاع هذيك تختار، الزيت تعقد شويه ونرجع. حمرت القيد هذاك تاعي تاع الدجاج اكيد الحمله ما حمرتوش، وخليت هذيك لاصوص تاعي تختار. ذوقوها حبيبتي، لكن مالحه لكن مخصوص فيها مخصوص ازيدوها. هاي ديك نخليو لاصوص تاعنا هذيك تختار شويه حنكسر عليها العظمات. اكيد انا نخدم بيد ما نقدرش نوري لكم. نكسر العظيمات والمرقه هذيك ونرجع. نصيحه لبنياتي، ما تزيدوش في الغاز، ديروها على دله الغاز خلاص، وخليو وخليو هذاك العظام تاعكم يطيبوا. كي تزيدو لهم راح يتخلطوا، ما تجيكمش باهيين في التقديم. دلوا عليهم قلت كما قلت لكم على دله الغاز خلاص وخليهم يطيبوا. هاديك شدتها تاع خرجت ما شاء الله، شهيت حبيباتي في الجنه. اكيد عرفتها الطريف تاع خبز ماشي تاع ما درتوش شريتو برك. هذه الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم تقليديه محطه قسنطينيه، نتمنى تعجبكم وتجربوها، ولا جربتوها وحجبتكم اكتبوا لي في لي كومونتير اكيد. وما تنساونيش بهذيك البصيمه وكومونتير مليح كما نتوما، ربي يهنيكم. شهيه طيبه حبيباتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.